ربما مصطفى في هذا اللقاء المولودية تحت ضغط الأنصار فازت بهدفين مقابل هدف، رغم أنه شباب باتنا أدم عليه في هذه المباراة. نعم المولودية شفنا في كل مرة تكون أمام ضغط الأنصار. سامحني راح نقطعك مرة أخرى مصطفى، لأنه تركيبة الهدف جميلة جدا في هذا الهدف الأول بالنسبة للمولودية. نعم سايح حط كرة في وسط الدفاع. حجي سايح وأيضا نعم ثلاثية هي، ولكن سايح يعني أعطى كرة حاسمة إلى اللاعب جاليت، يعني جاليت لقى روحه وجها لوجه أمام الحارس بلطيف. نقول أنه المردود الجماعي بالنسبة لمولودية الجزائر في تحسن نظرا الضغط الجماهيري وكذلك. وسعيد هنا أيضا سامح لي مصطفى انقطعك مرة أخرى، لأنه الهدف جميل جدا. لا نعم هدف لا بأس به، سجلوا الهدف سوى هدف تعادل، لكن المردود الجماعي بالنسبة لشباب. وأنا انقطعك مرة ثالثة مصطفى لأنه الهدف جميل جدا أيضا. نعم يوسف هدف كان في المستوى، يقول أنه المردود بالنسبة لفريق شباب باتنا كان مردود لا بأس به في المستوى، لكن يبقى أنه شباب باتنا يلقى صعوبات، لأنه هو صاحب رتبة 13 وراح تكون مهمته صعبة جدا بالنسبة للبقاء، لكن يبقى المولودية كذلك يوسف هي اليوم أمام أمر الواقع، لأنه هي بحاجة إلى نقاط باش تلعب المراتب اللي باقية الرابعة والخامسة وكذلك الثالثة. نقول أنه لما لاعبين